السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. للاسف النادي الاهلي خسر النهارده قدام الفريق الالماني في نصف نهائي بطوله كاس السوبر جلوب. النادي الاهلي حاليا هيستنى الخاسر من مباراه برشلونه وكيلسي البولندي علشان يلعب على تحديد المركز الثالث ان شاء الله. النادي الاهلي كان عامل بطوله قويه جدا، ولكن النهارده في المباراه تحصل النادي الاهلي على طرد، هو اللي صعب الموضوع شويه على لعيبه النادي الاهلي، ولكن كانوا مقدمين بطوله محترمه جدا يشكروا عليها، ونتمنى ان شاء الله اللي يكون في مزيد من التطور للفريق في الفتره الجايه ان شاء الله. الخبر الثاني وهو ان النادي الاهلي النهارده اختتم استعداداته للقاء اسوان اللي هيكون بكره الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام، اللي هتغير طبعا بعدين، يعني موضوع والسلام ده هتغير عشان عقود الرعايه الجديده للنادي الاهلي اللي هنتكلم عنها في بقيه الفيديو ان شاء الله. النهارده كولر كان عامل تدريب الاول في الجيم لرفع الاحمال البدنيه، وبعدين تمرينات خططيه على ارض ملعب مختار التتش. كان عامل يوم الخميس مباراه ما بين ناشئين النادي الاهلي واللعيبه المستبعده من قائمه النادي الاهلي، من ضمنهم محمد محمود وزياد طارق وكلام من ده، وكان عامل تمرينه قويه جدا ما بينهم على ملعب مختار التتش. واحتمال كبير هنشوف بكره ان شاء الله في المباراه روتيشن وعمليه تدوير ما بين اللاعبين، علشان عارفين ان النادي الاهلي هيلاعب الزمالك في السوبر بعد ماتش اسوان ان شاء الله، فلازم يعمل مدوره علشان اللاعبين ما تشعرش بالاجهاد في ماتش الزمالك. بعدين لازم يتعمل مدوره علشان احنا لسه في بدايه الموسم، فبالتالي ما حدش يقع من لعيبه النادي الاهلي في الفتره الجايه. وما يتمش التركيز على القوام الاساسي بس، لا، هيكون النادي الاهلي عنده دلوقتي قوام اساسي ودكه بدلاء قويه جدا، وعنده فريق الشباب ممكن يدعم منه في اي وقت في محتاجه فيه في الموسم ان شاء الله. نبدا بقى نتكلم على عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي او عقود الرعايه بتاعه النادي الاهلي اللي مجننه مرتضى منصور، مجننه نادي الزمالك بسبب الارقام اللي موجوده، وبتوع صفحات الزمالك ورئيس الزمالك عمال يتكلم ليل ونهار ومسلط الصفحات بتاعته تتكلم على عقود الرعايه بتاع النادي الاهلي والبث التلفزيوني والحاجات دي، لانه لما بيسمعوا الارقام دي بيحصل لهم جنان. النادي الاهلي اعلن عن اول راعي رسمي ليه السنه دي، وهيكون على صدر التيشيرت هو اتصالات مصر، بعقد رعايه ب 625 مليون جنيه لمده 4 سنين ان شاء الله. العقد ده مش واقف على كده، العقد ده بيمتد لحد 650 مليون جنيه، بس الفرق ده اللي هو 25 مليون جنيه او 700 مليون جنيه، الفرق ده اللي هو 75 مليون جنيه عباره عن حوافز مرتبطه بالبطولات اللي النادي الاهلي هيحققها الفتره الجايه. يبقى اول عقد من الاتصالات من 625 بشويه حوافز يوصل ل 700 مليون جنيه. الاعلان الثاني او الراعي الثاني هو بنك ابو ظبي، اللي برضه النادي الاهلي وقع معاه لمده 4 مواسم، كل عقود الرعايه مع النادي الاهلي هتكون لمده 4 مواسم في الاغلب. بنك ابو ظبي ب 220 مليون جنيه، برضه في شويه حوافز ومكافئات، لو النادي الاهلي حصل على عدد بطولات معينه هتوصل ل 250 مليون جنيه. ده اللي تم الاعلان الرسمي عنه من النادي الاهلي لحد الان على صفحاته الرسميه. في 4 بنود او 4 حاجات 4 شركات رعايه تانيين هيكونوا موجودين برضو على تيشيرت النادي الاهلي في الفتره الجايه، ولكن دول بيتم النادي الاهلي التفاوض على الفلوس اللي هياخدها والعوائد اللي هياخدها من الشركات دي، وبرضو بيفضل ما بين الشركات المتقدمه لرعايته في الفتره الجايه. النادي الاهلي بيستهدف ان هو يحصل على من 250 مليون ل 300 مليون جنيه من ال4 شركات اللي هيتم وضع اسمهم على تيشيرت النادي الاهلي في الفتره الجايه. ده طبعا ده غير الراعي اللي لسه هيتحط على الشورت بتاع النادي الاهلي، وغير اللي هيبقى على الدراعين بتوع التيشيرت، فكل الحاجات دي لسه بيتم التفاوض عليها في الفتره الجايه. دلوقتي الاشهر في شركه دهانات مشهوره بس لسه ما تمش الاعلان عن اسمها، تم التفاوض ما بينها وبين النادي الاهلي، وان المفروض الكلام اللي خارج من النادي الاهلي ان الموضوع خلص والنادي الاهلي هيعلن خلال الساعات الجايه عن مين هي شركه الدهانات المشهوره دي اللي هتكون موجوده على تيشيرت النادي الاهلي الفتره الجايه. وكمان في شركه شيبسي كبيره هتكون موجوده برضو على تيشيرت النادي الاهلي، يبقى دول بقى معروف هويتهم شركه دهانات وشركه شيبسي. لسه باقي الرعاه بيتم التفاوض ما بينهم على السعر او الفلوس، والمفاضله ما بين الشركات اللي مقدمه عروض لرعايه النادي الاهلي الفتره الجايه. طبعا عارفين الكلام ده غير حقوق البث التلفزيوني اللي وصلت ليه 660 مليون جنيه، وده اللي مجنن بتوع الزمالك، يقول لك ازاي النادي الاهلي يبقى 660 مليون جنيه حقوق بث تلفزيوني والملاعب، واللي معروض على نادي الزمالك تقريبا حوالي 200 مليون باين او 150 مليون. فنادي الزمالك طبعا كل اللي داير عليه زي فيريرا كده يقول لك انا زي بطل الدوري وبلعب من الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا،
برضه ماسكين نفس النغمه، ولكن ازاي ابقى بطل الدوري وبطل الكاس ويتعرض عليا الرقم ده؟ المرتضى يطلع بالليل في قناه الزمالك يقول لك الناس عايزه تاخد ببلاش وعايزه ترعى الزمالك ببلاش، انا مش اقل من الاهلي، انا عايز زي الاهلي ومش عارف ايه، وشويه الناس اللي قاعدين عنده في القناه والصفحات المموله بتاعته تطلع تقول لك احنا عايزين زي الاهلي. يا جماعه انتوا مش زي الاهلي، هل انت معاك عدد بطولات الاهلي؟ هل ليك نفس التاثير والشعبيه والجماهيريه بتاع النادي الاهلي؟ لا. فليه اي حاجه لازم تحشر نفسك مع الاهلي وخلاص؟ النادي الاهلي بيستهدف من الموضوع ده كله انه يطلع بعقود رعايه لمده 4 مواسم تقدر بمليون مليار و900 مليون جنيه ان شاء الله. طبعا عارفين ان في 20% للشركه المتحده المسوق الرسمي للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيستهدف انه يوصل للمليار و900 مليون ان شاء الله، وده رقم بالنسبه لشعبيه النادي الاهلي واللي النادي الاهلي بيقدمه فريق الكوره واسمه وجماهيريه النادي الاهلي ممكن يوصل له بسهوله في الفتره الجايه ان شاء الله. بس هو ده كان اغلب الكلام او التحديثات اللي عن عقود الرعايه بتاعت النادي الاهلي في الفتره الحاليه والجايه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بكل جديد في الفتره الجايه ان شاء الله. سلام.